عام 1985 كان الكاتب ويتلي سترايبر يعيش مع أسرته، وبدأت حياته تنقلب شيئا فشيئا بسبب هلاوس كانت تراوده، حيث كان يشعر بوجود كائنات أخرى معه في الغرفة أثناء نومه، وهالهلاوس وصلت لأقصاها لما ذهب لكوخ نائي مع أسرته واستيقظ من النوم وهو يرى كائن رمادي اللون ينظر إليه، ومن هلعه أطلق النار من مسدسه فكاد أن يقتل زوجته. حينها أصرت عليه أن يذهب لطبيب نفسي، ولكن الطبيب أكد له أن ما يعاني من أي مرض، ليعود للكوخ ويواجه المخاوف نفسها، ويكتشف أن كان طول عمره على اتصال بكائنات فضائية، وأنه ورث هذه القدرة على التواصل معهم من أجداده، وأكيد راح يورثها لأبنائه. هذه كانت قصة فيلم تم إنتاج عام 1989، ويدعي كاتبها إنها قصة حقيقية وصارت له فعلا. طبعا نشك في سلامة القصة، إلا أن على مر السنوات فإن هناك عددا كبيرا من الناس اقتربوا من الإيمان بوجود كائنات تعيش في مكان ما في الفضاء. كثير ما نسمع عن الناس شافوا أجسام طائرة غامضة اللي يسمونها UFOs. هذه الأجسام كثير ما ينظر إلى أخبارها بعين الشك ويتهكم على أصحابها، ورغم أن بعض القصص هذه شهد عليها مجموعة من الناس، حتى أن البعض التقط صور لها بكاميرته، إلا أنه لم يتم التثبت علميا من صحتها. أحد أشهر حالات رؤية UFOs كانت حادثة فينيكس الشهيرة عام 1997، اللي تم تصوير فيلم وثائقي عنها في عام 2005، واللي رأى فيها الكثير من الناس مركبة وأضواء غير مفهومة، حتى أن بعضهم قام بتصويرها فوتوغرافيا وبالفيديو. وفي الفترة من نوفمبر عام 1989 إلى أبريل 1990، شاهد الكثير من البلجيكيين مثلث أسود الشكل يحتوي على 4 نقاط ضوئية في أسفله يطير فوق مناطق متفرقة في بلجيكا. تعرفون كم شخص شاف المثلث في 6 شهور؟ أكثر من 13,000 إنسان، منهم 2600 أدلوا بشهادات رسمية عند الشرطة، وأيضا منهم ضابط شرطة. لكن هل تعرفون بماذا فسرت تلك الظاهرة؟ أنها هلوسة جماعية ولا ترقى لأن تكون دليلا على صحة الروايات. تصوروا 13,000 إنسان لم يصدقهم أحد. بالطبع هناك الكثير من التفسيرات المحتملة، لكن العلم يؤمن بالحقائق فقط. ولكن مع ازدياد معرفتنا بالكون تعزز اعتقاد العلماء بوجود كائنات تعيش في عوالم أخرى. تعرفون كم تقدير الكواكب المأهولة بالحياة؟ 1,000,000,000. خل أقولكم، في عام 1961 قام الدكتور فرانك دريك وهو عالم فيزياء الفضاء بطرح معادلة رياضية معقدة لحساب عدد الكواكب اللي محتمل أن تكون بها حياة، وأطلق عليها معادلة دريك، وهي معادلة قام فيها بجمع كل الأسئلة اللي يحتاج العلماء أن يجيبوا عليها لحساب عدد الحضارات غير الأرضية في الكون. فقدر فيها دريك عدد النجوم في الكون وعدد النجوم اللي تدور حولها كواكب ومعدل وجود الحياة في تلك الكواكب، وأشياء أخرى ما بذكرها علشان ما أعقدكم. وكانت التقديرات الأولية أن الكون بهالنظرية تعرفون إيش كثر فيه؟ 10 مليارات كوكب. لكن هذا لا يعني بأنها كلها مأهولة. أما الآن وبعد أن تعمق الإنسان بتلسكوباته العملاقة في الكون، وبعد تطور علوم الفضاء والفيزياء ميكانيكا الكم، تقدر الكواكب في مجرتنا فقط ب100 مليار كوكب، بحسب دراسة أجريت في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتك ونشرتها ناسا. طبعا معادلة دريك ليست دليلا أن ما في كائنات فضائية، لكنها فقط وسيلة لتقدير احتمال وجودهم. ولو صح هذا الكلام فالكواكب المأهولة في مجرتنا فقط بتصل إلى 140,000 كوكب و60 مليار كوكب في الكون كله. يعني لو قسمنا الكواكب المأهولة بالحياة على عدد سكان الأرض بيكون هناك 8 كواكب لكل شخص. لكن لو هالكلام صحيح فكيف رغم هذا العدد الهائل لم نشهد أي وجود مادي لأي من تلك الحضارات المزعومة؟
خلوني أخبركم عن شيء اسمه معضلة فيرمي أو فيرميز بارادوكس. في القرن الماضي قام العالم الفيزيائي إنريكو فيرمي بطرح سؤال منطقي، وهو أين الكل؟ يعني Where is everybody؟ وتساءل مثل ما تساءلنا قبل قليل أن كيف عندنا هذا العدد الهائل من الكواكب ولم يصلنا أحد منها حتى الآن؟ والأرض تعتبر صغيرة نسبياً في السن مقارنة بعمر الكون، هذا معناه أن هناك كواكب أقدم منها، وبالتالي فإن المفروض أن تكون فيها حياة أكثر ذكاءً وتقدماً، وأن أهلها المفروض أنهم يقدرون يسافرون بين المجرات بكل سهولة. حتى لو أنهم لم يتصلوا بنا، فمن المفترض أن نجد أي أثر لهم، كموجات راديو أو ليزر أو حتى روبوت تنقب الكواكب لاستخراج معادنها، يعني أي دليل على وجود حياة. ما تعتقدون أن هذا السؤال منطقي؟ هناك من يقول بأن هذا السؤال اللي ما له إجابة حتى الآن قد يكون بحد ذاته دليلاً على عدم وجود حياة ذكية في الفضاء، أو على الأقل في مجرتنا درب التبانة. هناك من يقول أن هالحضارات انتهت قبل أن تصل لمرحلة متقدمة من التطور، وربما ظلت بعض الحضارات لكنها ما تطورت عقلياً بالدرجة اللي احنا نصورها، أو يمكن أنها ما ترغب في الاتصال بنا، أو قد تكون اتصلت بنا في وقت سابق يعني ولقتنا متأخرين عنها، وبالتالي ماشي فايدة في التواصل معنا. لكن الحقيقة هي أننا بدأنا في البحث بشكل مكثف عن هذه الحقائق من وقت قريب جداً مقارنة بعمر الكون، فمئة عام أو حتى ألف عام ليسوا بالكثير مقارنة بمليارات السنوات في عمر الكون. هناك فرضيات كثيرة تقول بأن شكل الحياة خارج الأرض يختلف عن تصورنا لها، يعني مو بلازم يكون في كائن أخضر فضائي بلوح بيده مثل الأفلام. وهناك رأي غريب جدا صراحة يقول بأن الحياة خارج الأرض قد تكون على شكل مثلا صخرة لكنها حية. هذه الصخرة ما تحتاج إلى العناصر الحيوية للحياة في الأرض مثل الأكسجين والهيدروجين والهيليوم، وهذا رأي يعني صعب تصديقه والإيمان فيه. وهناك رأي يقول بأن قد تكون الحياة خارج الأرض هي حياة بدائية ميكروسكوبية مثل البكتيريا، لكن حتى الآن لا أحد يعرف الحقيقة. في عام 1984 أنشأ فريق من العلماء أول مركز متخصص للبحث عن مخلوقات خارج الأرض، بعد ما كانت كل البحوث السابقة تتم بشكل مستقل أو جانبي، وصار هذا المركز هو المرجع الأساس لما يحصل العلماء على إشارة قد تكون من الفضاء الخارجي، واسمه مركز البحث عن الذكاء خارج الأرض أو اختصاراً SETI. وحالياً يعكف العلماء هناك على دراسة إشارات قادمة من 234 نجم مختلف، ويترقب العالم كله نتائج هذه الدراسات اللي ربما تظهر منها أول إشارة نتلقاها من كائنات حية ذكية من خارج الأرض. في سبتمبر 2016 انتهى العلماء من تجهيز أكبر تلسكوب راديوي صنعه الإنسان لالتقاط موجات الراديو الفضائية. يقع هذا التلسكوب بين مجموعة من الجبال في جنوب شرق الصين، وبلغت تكلفته 180 مليون دولار، ويبلغ عرضه نصف كيلومتر. لكن لن يكتفي هذا التلسكوب بالتقاط الموجات الراديوية فقط، بل أيضا سيبحث عن المادة المظلمة، وراح يتتبع النجوم النابضة ويسبر موجات الجاذبية، كل هذا لالتقاط أي إشارة لوجود حياة خارج الأرض. وفي العام الماضي قام العالم الشهير ستيفن هوكينج، أحد أهم علماء فيزياء الفضاء، بدعم مشروع ضخم بداخل SETI للبحث عن كائنات فضائية. ورغم أن هوكينج كان دائماً يحذر من خطورة محاولة التواصل مع كائنات فضائية، إلا أنه لم يقاوم المنحة الضخمة من رجل الأعمال الروسي يوري ميلنر اللي خصص 100 مليون دولار لذلك المشروع. هذا المشروع اللي ذكرناه قبل قليل له شقين. الشق الأول هو البحث عن أي نوع وأي إشارة للحياة في الكون، وبالتالي بيستخدمون الليزر لمسح مليون نجم في مجرتنا، بالإضافة إلى 100 مجرة أخرى، كل هذا للبحث عن أي نوع من أنواع الحياة
في السنوات العشر القادمة. في الشق الثاني سيتم إطلاق شرائح بهذا الحجم في الفضاء تسير بسرعة تعادل 20% من سرعة الضوء بهدف الوصول لأقرب نظام نجمي لنا وهو ألفا سنتوري. هذا يعني أن الشريحة لو سافرت من الخليج إلى نيويورك بتوصل في أقل من ربع ثانية، والرحلة اللي قد تستغرق 30,000 عام بالمركبات الفضائية العادية للوصول إلى ألفا سنتوري بتقطعها هذه الشرائح خلال 20 سنة فقط. هذه الشرائح ما هي إلا مركبات متناهية في الصغر تقدر أنها تلتقط صور وتخزن بيانات وترسلها لنا بسرعة الضوء تقريبا. تصوروا أي أن هالبيانات توصل لنا فقط خلال 4 سنوات من اللحظة اللي ترسلها المركبة. تلك المحاولة لم تكن الأولى لإرسال مستكشف آلي للفضاء الخارجي، فالمحاولة الأبرز في تاريخنا كانت عام 1977، أي منذ 40 عاما، حيث قامت ناسا بإطلاق فويجر 1 وفويجر 2، وهما مسبارين فضائيين تم إطلاقهما لجمع معلومات عن المجموعة الشمسية قبل أن يخرجا منها للفضاء الخارجي. وبالفعل في عام 2012 أصبحت المركبة فويجر 1 هي أول مركبة من صنع الإنسان تغادر المجموعة الشمسية، وما تزال الإشارات تصلنا من هذين المسبارين حتى اليوم. المركبتان أيضاً تحملان صور وموسيقى من أماكن مختلفة من الأرض. تخيلوا أن الموسيقى ستكون وسيلة التعارف بيننا وبين الكائنات الفضائية في حال كانت موجودة. لكن عموماً لا تتوقعون استجابة سريعة، فالمركبة فويجر 1 بتوصل بعد 40,000 عام لوجهتها النجمية، أما المركبة فويجر 2 بتوصل بعد أكثر من 296,000 عام. وقتها ربما يصل الإنسان إلى مرحلة من الذكاء يكون فيها غير محتاج لهذه المركبات للتواصل مع أطراف الكون. هناك من ينتقد الاستثمارات الضخمة في هذه التجارب والأبحاث والدراسات ويقول ترى ما في فايدة، حتى لو تواصلنا مع مخلوقات فضائية ما في فايدة. ربما، لكن الأكيد هو أننا طورنا تقنيات وحسننا من صحة الإنسان وأنتجنا علوم وغيرنا من مسيرة الجنس البشري، وهذا هو المهم. حتى العلماء اللي كانوا مترددين في هالمجال مثل ستيفن هوكينج يعتقدون بأن اللي ميزنا كبشر هو قدرتنا الدائمة على الارتقاء فوق كل الحدود. ولكن من يدري من وماذا هناك في الفضاء البعيد خلف الكواكب والنجوم؟ هي لحظة الكشف البعيد.